Yeah. اهلا بالشباب الحلوين، هنتعلم ان شاء الله حركه مميزه جدا يا شباب، حركه الشقلبه الخلفيه. بسم الله. اولا لازم تتاكد انك تكون واقف على حواف المسبح، اوكي، في اخر جزء في حافه المسبح، وتاكد انك ما تكونش واقف في منطقه بتزحلقك او حاجه. اول حاجه يا شباب هنعمل بولينج، هنعمل سحب للجسم. تاكد تماما ان جسمك بيسحب اتجاه الماء علشان تحس بالامان. يا شباب هقف على الحواف بالشكل ده وهسحب جسمي بالخلف. لازم تسحب جسمك اتجاه الماء عشان تشعر بالامان، وده اول شيء يا شباب. طبعا دي الحركه طبعا احنا عايزين نعملها اللي هو الباك فليب، اوكي. هنتمرن بالتدرج ان شاء الله وهنتقن الحركه. نايس. اوكي يا شباب، يبقى زي ما ذكرت هنقف على حمام السباحة ونعمل سحب للجسم، نسحب جسمنا اتجاه الماء بالشكل ده. اهو يا شباب هنعمل الحركة تاني، هنزل سكوات خفيف واسحب نفسي للخلف. طول ما انت بتسحب نفسك للخلف بالشكل ده حتى لو وقعت مفيش اي خطورة خالص. هنتعلم دلوقتي حركة باك رول، الدحرجة يا شباب الخلفية. اهو يا شباب هنزل اول حاجة على الوسط ثم على الكتف، على وسطي ثم على الكتف، وبعدين الف الراس بالشكل ده يا شباب. طبعا الحركه دي هي اللي الف بيها الباك فليب في المسبح. اهو يا شباب هنزل على الوسط ثم على الكتف، بعدين هلف راسي وهحط ايدي يا شباب اهو بالشكل ده. هنزل على الوسط ثم على الكتف ثم احط ايدي على الارض والف. طبعا الحركه دي ممكن نعملها على مرتبه اسفنجيه او على نجيله. بعدين يا شباب هنعمل الدفعه على مراتب اسفنجيه عاليه بالشكل ده. اهو يا شباب نزلت ورميت للخلف، اهو هنزل للاسفل واسحب جسمي لورا. طبعا مع القفزه بنزل بقفز وبسحب جسمي للخلف بالشكل ده وبنزل على اكتافي. اهو يا شباب نزلت سحبت جسمي للخلف بالشكل ده يا شباب، هو ده اللي انا هعمله في حمام السباحه. بعدين بقى هنعمل طبعا الباك رول، لما ارمي نفسي للخلف هعمل الدحرجه اهو، وبعدين الف بالشكل ده. طبعا وانا في الهواء بحاول بقى ايه، بلف نفسي. اوكي يا شباب اهو بسحب نفسي وبلف للخلف مره واحده، واسحب نفسي والف. ده اللي احنا شباب دلوقتي هنعمله في المسبح. اهو يا شباب هنزل واسحب نفسي للخلف وادفع نفسي بقوه. نزلت مع الجامب سحبت نفسي للخلف، اهم حاجه انك تسحب نفسك للخلف. اوكي يا شباب هنشوف الحركه من زاويه اخرى، باك فليب. اهو يا شباب اركز على الحواف، انزل واسحب نفسي بالشكل ده. نشوف الحركه سلو موشن دلوقتي. اهو يا شباب نزلت بشد نفسي للخلف وبتدحرج لورا بقوه، برمي نفسي يا شباب للخلف بقوه. اهم حاجه في الحركه تاني تسحب نفسك اتجاه الميه عشان لو وقعت لا قدر الله تقع في الميه. اوكي طيب هناخد طريقه تانيه هتكون سهله شويه. لو انت خايف او مقلق انك تعملها وانت واقف، ممكن تعمل حركه وانت قاعد بالشكل ده. نفس النظام، هتكون قاعد سكوات وتسحب نفسك للخلف وتلف الدحرجه اللي احنا لسه متعلمينها من شويه. اهو يا شباب سلو موشن بطيء اهو، اسحب نفسي للخلف واضرب الراس والف الراس للوراء، طبعا مع الجامب مع القفزه. نايس يا شباب وربنا يوفقكم. اوكي يا شباب، طيب احنا ممكن نعمل برضو الحركه على منط. لو عملناها على منط هتاخد دفعه اقوى، نفس النظام هتيجي على الحواف المنط وهعمل الحركه عادي. طبعا المنط هيديك باور بوشنج، يعني هيديك دفعه قويه. بحاول ما تستعجلش علشان ما تحسش انك انت ايه في مخيله. هتقف عادي اهوت، انزل تحت اسحب نفسك للخلف ولف راسك بقوه. وبكده شاب نكون اتعلمنا حركه الباك فليب الشقلبة الخلفية بطريقة سهلة. أهم حاجة يا شباب نقف على حواف المسبح نسحب نفسنا للخلف ونلف مع الجامب مع القفزة بقوة. وإن شاء الله يا شباب بكرة نتعلم حركة الشقلبة الأمامية بنفس التدرج ده وبطريقة سهلة، ويا رب نكون استفدنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.